محاضرة أو زي مؤتمر كده عن الاستدامة، وبعد ما المؤتمر أو المحاضرة خلصت المنظر زي ما انتوا شايفين. فالمفروض ان كل الموجودين دول نشطاء ومهتمين بالاستدامة والحاجات دي كلها، ورغم ان المحاضرة المفروض بتحد على أهمية الاستدامة، لكن ده اللي حصل. دي الفكرة، ان ساعات كتير جدا تطبيق الاستدامة بدون فهم، او فكرة ان الاستدامة خاصة بحاجة معينة. المفروض الاستدامة دي حاجة خاصة مع الانسان، يعني المفروض اللي بيحضر المحاضرة دي معاه كيس بلاستيك بيحط فيها الحاجات، حتى لو بيحضر محاضرة اغنية لأي مغني يبقى عامل حسابه كده طول ما هو الوقت ما بيجيبش ورقة ويقعد يكتب، لان ده اهدار للورق، واهدار بيصور مثلا او بيكتب على الكمبيوتر بحيث ان هو يقلل قطع الاشجار، ده اللي احنا بنعمله. لكن نفاجئ بحاجة زي كده. برضو مثلا مؤتمر المناخ اللي حضر فيه قادة العالم ورؤساء العالم وملوك العالم، لما جم حسبوا استهلاك الوقود والعوادم والاول اكسيد الكربون الحاجات دي، طلع مصيبة سودة. طلع ان المؤتمر ضرر على البيئة، كأن مثلا ايه الاولاد حبوا ان هم مثلا يرفعوا لامهم، فراحوا طول الوقت قاعدين كل واحد ماسك الموبايل، وهم ماشيين سابوا لها الاطباق وسابوا لها الشقه متوسخه، فاضروا امهم بذرتهم. لو هم قعدوا معاهم يهزروا معاها وبتاع، لا كل واحد مع الموبايل وهم ماشيين ما نضفوش الشقه. فدي هي دي الفكره. يعني حتى لو احنا جينا نفكر في تطبيق الليد او البريم او الجي ساس او الهرم الاخضر، بس بدون فهم وبدون تعقل ان الحاجه دي هتفيد البيئه ولا لا، ممكن نضر البيئه. هنضرب امثله كثيره للموضوع دوت، نتيجه ان انا عايز اطبق الحاجه وخلاص، ان انا مش عقليتي عقليه التفكير الاخضر، ان انا هدفي ان انا احافظ على البيئه. ان انا مثلا لما اروح السوبر ماركت ما اقعدش احط حاجات في اكياس بلاستيك كتير الا لو مضطر، ممكن اباخد معايا كيس مثلا قماش، او باخد من غير كيس بلاستيك، او كيس بلاستيك ده احتفظ بيه اروح بيه مره تانية، عشان الاكياس البلاستيك دي بتقعد فتره طويله على ما تتحلل، ممكن تقعد 100 سنه، وممكن 100 سنه دول تموت حيوانات وهكذا.